لكم الخبر اللي وردنا من صحيفة المصري. أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في جلستها المنعقدة اليوم حكما قضائيا بتغريم ناصر غانم عبد الله الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة بين الإعلامية والممثل القانوني لها مبلغ 400 مليون جنيه مصري لإدانته في قضية احتكار بث بطولات ومباريات كرة القدم على نحو يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية قد أحالت ناصر الخليفي إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية لمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يعني بسألكم بالنسبة للاحتكار البطولات وممارسة الاحتكار على مستوى البث الحي، إيش أثاره على المجتمع خصوصا بعض الدول اللي يعني الداعمة للإرهاب واللي تمارس التغلغل من ناحية هذه القوة الناعمة للمجتمعات؟ هو هذا هو انت قلتها، يمكن هذه الممارسات القطرية واستخدام القوة الناعمة في الرياضة خاصة، يعني نشوف بين سبورت ونشوف باريس سان جيرمان، وقالها يمكن الوزير عادل الجبير قبل فترة للمسؤولين الأوروبيين، قال انه قطر ليست باريس سان جيرمان ولا المتاحف، قطر راعية للإرهاب. يعني بعض الناس ما يشوف ترى من قطر الا هالاشياء، استثمارها في باريس سان جيرمان، يشوف بي ان سبورت وقوتها الشبكة الإعلامية، سيطرتها واحتكارها للبطولات والدوريات الأوروبية كلها. انا اقول انه يعني القضايا راح تلاحق القطريين، لانهم اساسا ما قلنا دخولهم لهالمجال، دخولهم لهالاستثمارات كانت لها أهداف أخرى، تغطية على أمور أخرى، وكانت يعني يمكن صرف النظر عما تقوم به قطر وتقديم وجه آخر حضاري يمكن للغرب غير ما تقوم به قطر في الشرق الأوسط من دعمها للإرهاب في كل مكان. نشاهد القضايا يعني تلاحق الخليفي سواء عبر شبكة بي إن سبورت أو عبر باريس سان جيرمان. هو الرجل يعني مجرد أداة احنا نعرفه، يعني موجود هنا وموجود هنا، أداة للتنظيم القطري، ونعتقد أنه كسر هالاحتكار أمر يعني مفروض ويفترض فعلا أنه كرة القدم ما تحتكر بهالشكل ومتعتها ومشاهدتها تحتكر بهالشكل الكبير اللي شفناه، حتى تقديم كل هالأشياء. يعني حتى الفيفا يعني بعيدا عن الاشياء والامور الماليه والربحيه، لابد مراعاه الجوانب الاخلاقيه في كره القدم، في حقوق يمكن الناس الفقراء والصغار والكبار في متعه كره القدم. لابد انه يكون حتى الفيفا حتى في منحه لهل العقود والاتحادات القاريه انه يكون في جانب ايضا جانب اخلاقي يراعى دائما في اي عقد. يعني مو كل مثلا عقد خيالي ممكن يغريك صح حقيقة وانك تبيع كرة القدم او تبيع حقوق المشاهدين لأيا كان، مثل ما شفنا من ضمن هالممارسات القطرية. وفي الاخير شفنا قبل كم يوم باعوا حتى كأس العالم مونديال 2018 اسرائيل. تفضل. شوف انا اتصور يعني موضوع الاحتكار المباريات وقصرها مثلا على قناة واحدة، انا اتصور انه يعني هذه المشكلة احنا كنا ترى نواجهها مشترى جديدة عندنا، هذه من يعني من أكثر من 15 سنة، وحقوق دوري أبطال آسيا مقتصرة على شبكة تلفزيونية واحدة. لذلك أنا أشوف أن هذه فرصة جميلة جدا، يعني مثل هذا الخبر هذا يعطيني أفاق كبير، يعطيني مساحة كبيرة أني أنا أتحرك في مسألة كيف أني أنا أوقف مثل هذا الاحتكار مثلا لدوري أبطال آسيا. وش يعني خليني اجيب لك كمثال، ليش في اليابان اربع قنوات شبكات تلفزيونيه قاعده تنقل دوري ابطال اسيا؟ ليش في كوريا الجنوبيه ثلاث؟ ليش في الصين اربع؟ ليش في ايران ايران بالحاله قاعده تنقل شبكه واحده؟ ايران لاحظ يعني ايران ما في مثلا والله طول عمر الدول اللي حول ايران اللي تحكي نفس اللغه مثلا انها قاعده مثلا محتكره دوري ابطال اسيا. ليش احنا مثلا في السعوديه ما يصير لنا قناه خاصه لنا احنا ندفع الفلوس تنقل لنا مبارياتنا؟ ليش ما تجينا قنواتنا الرياضيه السعوديه وتروح توقع عقد مع الاتحاد الاسيوي لكره القدم تقول والله السعوديه احنا نبغى قنواتنا هي اللي تنقل، كم تبغى؟ احنا ما عندنا ما علينا قل على مثل بالعربي ما عندنا قل دراهم نقدر احنا ندخل في ذا الموضوع، احنا ضيعناه يعني في سنوات مضت كانت ملكنا وبعناه صح ولا لا؟ لذلك انا اشوف في المرحله الجايه حتى كاس العالم
يا أخي بلجيكا في 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 أوروبا ترى صار فيها صراعات على مدى يمكن 15 سنة متتالية في مسألة اللي هي اقتصار البث التلفزيوني على مستوى كأس العالم. آخر شيء بلجيكا صارت تنقل مباريات يعني بالشكل اللي ما فيه ذاك الاحتكار. لذلك أنا أشوف أنها فرصة مهمة جدا أني أنا أجلس على طاولة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسأل أنا في هذا الموضوع كيف على أي أساس أنت تجي تبيع الحقوق بالطريقة هذه كلها؟ ليش كل لاحظ كل منطقة الشرق الأوسط ماسكتها قناة واحدة؟ كل منطقة الشرق الأوسط على مستوى كأس العالم طبعا قاعد أتكلم، حتى على مستوى آسيا ليش اتحاد غرب آسيا مثلا أو يسمونها غرب آسيا الزون هذا قاعد تنقل قناة واحدة؟ ليش ما يصير ليش ما قناة سعودية؟ أنا ما أبغى حتى على مستوى دول الخليج تكون قناة سعودية، شبكة سعودية قاعد تنقل مبارياتي. هذا المفروض اللي إحنا نشتغل عليه. هذه انا اعتقد ان اللعبه الاعلاميه هذه ترى احنا في السنوات اللي راحت يعني ما كنا نجيدها، يمكن كنا نجيدها في فتره من فترات وتوقفنا عنها ايام شبكه راديو وتلفزيون العرب، احنا سلمنا كل حاجه في ذيك الفتره، هذا كان يعني اللي كان يصير في فترات مضت، لكن الان اعتقد ان المرحله الجايه هي مرحله يعني استعاده حق طبيعي للمشاهد السعودي انه يشوف المباريات بدون صحيح. ما يقدر يعني بصراحة أنت الآن بتجي كل بيت كل واحد تلقى عنده ثلاث رسيفرات أربع رسيفرات ليش ما أنا قاعد أشوف القناة الرياضية؟ متى يأتي الوقت اللي عندي يصير شبكة تلفزيونية السعودية الرياضية قاعدة تنقل دوري المحلي مسابقاتي المحلية أنا بإذن الله وقاعد أشوف كأس العالم؟ لا وإحنا لازم فعلا لا نشتغل على فك احتكار البي إن حقيقي البطولات خصوصا يعني بطولة آسيا بس أقول لك بطولة آسيا كأس العالم لازم حقيقي نشتغل هي تكرر البطولات يعني جميعنا نعرف انه لا الجزيره الام ولا بي ان سبورت عرفت كل الشبكتين خسرانه والمبالغ اللي قاعد يدفعونها مبالغ خياليه وهذا اللي تكلمنا عليه انه حتى يمكن هذا سياسي يعني هذا اللي نقوله المساله حرب اعلاميه ما هي استثماريه عشان نقول والله لا تدخل هالمجال صح ولا لانك انت خسر فيه لا هي حرب اعلاميه واذا في جهه قاعده تستخدمها تحقيق يمكن معاربها وتحقيق اهداف اخرى يعني خارج حتى الرياضة وفيها دعم الإرهاب وفيها يمكن حتى محاولة زعزعة استقرار دول المنطقة لا ادخل حتى هالحرب الإعلامية وخذ حقوقك عرفت مهما كان يعني ما هي معليش مع احترامي الشديد لقطر ولا غير قطر ما هي قطر مثلا اللي ممكن تقف حتى في وجه النفوذ السعودي إعلاميا ولا سياسيا ولا اقتصاديا بإذن الله. طيب خلونا نطلع على